السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الجميع، مرحبا بكم في القناة، قناتي وقناتكم كريمة إيطاليا غلوتين فري. اليوم إن شاء الله من قلب الحدث غدا نشارك معكم مسمن ديال الرفيسة، أكيد بدون غلوتين لمرضى السيلياك وحساسية الغلوتين. نتوما كتعرفوا أنني كنعاني من هذه الحساسية، وهاد الرفيسة غادي تلقاوها على القناة ربما من قلب الحدث، يعني كنشارك معكم هذا الشيء وانا يعني بث مباشر اللي هو درت فيه الدقيق شار ميكس سي وشار ميكس بي ودقيق الارز ودقيق مايس او دقيق الذرة. دابا من بعد ما سرحت هذا الرغيفة غدا نمشي نحطها في المقلة باش الطيب، فقط غير بالمدلك بدون بلاستيك غذائي. ايوا المسمنه هي هذه كيف ما كتشوفوا، من بعد ما نشفت واحد الجهه غادا نقلبها للجهه الاخرى. راني عامله مقله اخرى باش نزرب على هذا المسمن. شوفوا ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، بلا خميره بلا والو. كتشوفوا ان هذا المسمن راه ما شاء الله كيتنفخ، وغنوريكم النتيجه النهائيه. ايوا المسمن هو هذا ما شاء الله، اللهم بارك. الحمد لله حنا ما محرومينش، واخا فينا هاد لي مالادي السيرياك. انتم شوفوا على عينيكم، واذا بغيتوا تستافدوا اكثر وتشوفوا التفاصيل ديال هاد المسمن ديال الرفيسه، ما عليكم الا تدخلوا على القناه الموندو دي كريمه غلوتين فري. انا غدا ننزل لكم الاسم القناه في اعلى لا فيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وصفات خاليه من الغلوتين او فلوغ كيف ما كنعمل معكم هنا فلوغات في ايطاليا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.